ثروات برباعية للا شيء، لكن الآن النهضة في فرصة مواتية لأول الأفراح، المنتشر في الإبعاد، لا زالت للنهضة فرصة، الجول أول لمصلحة النهضة. هكذا تأتي الأخبار عندما تدك مرمى العميد أمام النهضة، تأتي الأخبار لمصلحة الناهض والرفاق، لمصلحة أبناء الشرقية، تأتي الأخبار التي البطولة أمام الهلال في النسخة الرابعة، لكن قبلها نتابع لخطورة لأبناء النهضة وفرصة للوصول للهدف الثاني داخل منطقة الجزاء، لا زالت جول لمصلحة أبناء النهضة في تحقيق المفاجأة. ربع ساعة كفيلة لأبناء النهضة، ربع ساعة كفيلة لانزعاجات تكروني، ربع ساعة كفيلة لأن يتأخر العميد بهدفين في بداية لا يتوقعها العاشق الاتحادي، في بداية لا يتوقعها محب أبناء النهضة، لكن تحققت لأبناء الشرقية في الوصول لمرمى الأسمراني. أحلى هدوء، أحلى تحايا، الأسمراني يسأل عن سر الإخفاق، وأسمراني آخر له في هذه المسابقة أمام مين؟ أمام الخالدي. فرصة للاتحاد، عودة للأسمر، النمور والبحث عن عودة، الخالدي في التصدي، فرصة لازالت، جول لمصلحة الاتحاد، حضرت بالكرة الثانية بعد التصدي في المرة الأولى، لكن مختار في إكمال المهمة والاختيار حضرت للاتحاد فرحة ثانية بفرحة أولى في المباراة بعد الكرة الثانية تحضر طبول منتشري، المنتشري إلى جيبسون في صناعة ألعاب هجومية، إلى عبد الفتاح عسيري، عبد الفتاح كرة عرضية تتاية، جول الاتحاد يأتي بالخبر السعيد مع 3 دقائق متبقية من عمر المباراة، ما يلام الخالدي ما يلام، الاتحاد على طريق المقاتل الأصغر، على طريق المشاغب الأصغر، على طريق المجاهد الأصغر، على طريق صاحب الروح الأكبر والأكبر في الاتحاد. فهذا المولد من يأتي بأفراح للجمهور، من يأتي بأفراح لجمهور العميد أمام 10 لاعبين، يعجز الاتحاد إلى الدقيقة 87 في تحقيق نتيجة التعادل بكرة تهيأت تماما لدفاعات النهضة، لكن عملية التخليص ما كانت بالشكل المطلوب. المولد الخالد الأميس في المباراة في إبعاد الكرة، تصل لعبد الرحمن الغامدي، الغامدي يهيئ إلى جيبسون، فرصة للتسديد، الفريدي داخل منطقة الجزاء، الخبير في اللحظات الحسم وأمام أخطاء الشباب تحضر الأخبار يا قروري، يتنفس مع الاتحاد الصعداء بعدما تأخر الاتحاد بهدفين، تأتي الأخبار عن طريق الفريدي مع مستهل الشوط الإضافي الأول مع فرحة جماهيرية من أمام النهضة بالهدف الثالث بعد هفوة دفاعية من أمام الفريدي بهدوء ببرود في عملية الاستلام، في عملية التسليم، في عملية التسديد على يسار حارس المرمى، على يسار حارس المرمى أمين عباس يسأل عن الهدف. كل الأمور تترك لمن يتابع ولمن يتقد قرار الحكم فهد المرداسي العمري في تنفيذ ركلة جزاء، جول رابع، خلاص أتوقع أن الأمور قد حسمت مع النقص العددي على لاعبي النهضة، مع استنزاف لكل الجوانب اللياقية على لاعبي النهضة، مع التقدم برباعية للاعبي الاتحاد 4-2. هالمرة من يأتي بالفرح عبد الرحمن الغامدي، عبادي من يأتي برابع الأهداف الاتحادية 4-2 الاتحاد. يا سلام في المرور داخل منطقة الجزاء، لا يتواجد سوى لاعب نهضاوي وحيد أمام المنتشرين، جول جول.
الان لمصلحه النهضه مع اسبقيه في الوصول امام حمد المنتشري. هنا تتغنى باغنيه الاصرار في العوده واستغلال الافوات والاخطاء. قد يعود النهضه باخطاء الخصم، قد يعود النهضه يا قادري باستغلال الهفوات والاخطاء، قد يعود ابناء الشرقيه مع ما تبقى من وقت في لحظه الاستسلام لنتيجه المباراه وفي لحظه تراخي دفاعات الاتحاد. ياتي خبر ابناء النهضه بتسجيل الهدف، الهدف الثالث في المباراه. مرتده سريعه سريعه سريعه، ممكن تخلص الامور، ممكن ممكن للمولد بالجول الخامس. ريح الاتحاديين، ريح الاتحاديين، شال وجع الراس، هدى بالهم، هدى اعصابهم، قال ريحوا ريحوا الاتحاد الى دور الثمانيه. ما عليه يا خالدي، ما عليه يا نهضه، ما عليه ما عليه ما عليه. البلوي يعيش الفرح مع الرفاق، البلوي يعيش الفرح مع الرفاق. برافو يا فهد يا مولد، مقاتل في كل اللحظات، مقاتل في كل اللحظات. القروري يعيش الفرح بشباب، بشباب لاعبيه، ما بين الغامدي، ما بين العمري، ما بين الفريدي، في تمريرات متبادلة. والكرة المرتدة 5-3، 8 أهداف حضرت بأكملها. ماراثون السرعة حضر، فهد المولد من أعاد الاتحاد إلى المباراة ومن يؤكد للاتحاد بالوصول إلى دور الثمانية. هنا يتغنى الاتحاد بأغنية الفرح، وهنا يكمل الاتحاد بعدما أكمل المولد النمر الاتحادي كل المهام. برافو فهودة، برافو يا كابتن، برافو يا أسمر، حرف ولعب ما بعد.